informe les autorités. Og det måste gå en hånd i tabellen, ikke? Så ja, der skal I ikke gerne gå ind og ikke til min, at det er min, som du kan gøre, og det er godt, at det er sådan, at han gør det, at det er så en af den anden, at det er alt der sammen, for den er måske at bruge kalisen, og så er jeg næstig, og så er jeg suspicious, og jeg er ikke lige for nogen, og jeg har haft over i sprinten her, og så er jeg lige for nogen så aktiv, og det er det, at det er lukket, og det er den her ikke, systemisk testen. عشان كده الايمجينج مهم جدا، يعني تلاقي هايبر او هايبر او مش عارف ايه، او خد علاج وخلاص، او تفسره تفسير على مزاجك كده، انت صحتك لسه ما عندي مدح اليود، يعني دلوقتي ما بقاش في حد ما عندوش مدح، او مش صعب يعني نجيب حاجه زي كده. طيب البروجنوز بتاعه حلو، يعني يمكن عشان هم سنهم صغير واوبرابول سهل يعمل لهم عمليه، على طول بيتعمل عمليه توتال ثيرودكتومي، توتال مش سب توتال، احنا التاني كنا بناخد ايه؟ سب توتال كتريتمنت عشان اسيب الباراثيرويد، هنا مش هعرف يعني، فممكن قصه الباراثيرويد ديت ان تتعوض او بيتحط بيتزرع تحت الجلد تشو منها حاجه زي كده، دي مش بتاعتنا، بس المهم ان انتوا تبقوا عارفين في توتال ايه؟ ثيرويدكتومي، ممكن ادي راديو اكتف ايودين ثيرابيوتيك مش جاست ثيرابيوتيك على قد الهايبر ثيرابيوتيك تريتمنت، لا دوز اعلى من ايه؟ من الدوز دي شويه. في النهايه خالص يمكن ده الموست كومن، والبروجنوز بتاعه يمكن من احسن بروجنوز اللي احنا بنشوفها. طيب الفليكولر قريب من اللي احنا ايه شفناه، ولكن بيحب الميتاستيس بره الليمف نود، عشان كده ده اسوء شويه في البروجنوز بتاعه. هو اجريسيف؟ لا مش اجريسيف، هيبقى سنجل وانكابسوليتد وبسيط وكل حاجه، بس فجأه تلاقي وبرضه الكيمينز اكتر منه، بس فجأه تلاقي ان اللنج بقى فيها ميتس والبرين وي، فده اللي بيخلي البروجنوز بتاعه ايه؟ مش حلو. وهعتمد طبعا على ريدي اكتر ايدين كثيرابيوتيك، ايه؟ كيموثيرابي اكتر او ريدي ثيرابي اكتر منه سيرجري بس لوحده، عشان كده عاده على الايدج الكبير ده مش بيبقى حلو اللي هو 50 سنه فيما فوق، ولكن الى حد ما بيستجيب للعلاج كويس. تعالوا بقى ناخد النوع الاسوء او من اسوء الانواع اللي بعده بقى، اللي هو الانابلاستيك. الانابلاستيك اي تيومر وانس انابلاستيك باد بروجنوز، اجريسيف قوي وانفيزيف، وكمان مش بيجيب نتيجه مع اي حاجه، عشان كده البروجنوز بتاعه فيري باد. وانس انت خدت بايوبسي قال لك انابلاستيك، عادة البيشنت ده ديت، يعني بيبقى صعب جدا، الانفلتريشن بتاعه رهيب وسريع، ما بيديش وقت، وبيبقى ماسك في التيشوز، وان اوبرابل ما ينفعلوش عمليه، ولو خد كيمو ثيرابي ما استجابش، الريديو ثيرابي ما استجابش، حاجه زي الزفت. عشان كده اكتر 30% بيبقوا ديت. لينفوما هو يمكن ده اللي جاب لينفوما هنا. دي لينفوما تيشن. كرونيك انفلاميشن ممكن زي الاتش بايلوري بالظبط. كرونيك انفلاميشن بتاع الاتش بايلوري هيعمل لنفويد فوليكلز، وهي بري كانسس او واحد من الحاجات اللي هي الايه؟ الانكوجينيك او الانكوجينز دلوقتي فاكتورز، فبتعمل فيها لينفوما، يبقى هي اللي جابت جاستريك لينفوما، بنسميها مالتي لينفوما. يبقى اشهر انواع المالتي لينفوما في الجي اي تي. هنا نفس القصه كده، ان كرونيك انفلاميشن بتاع الهاشيموتو ثيرويدايتس هي اللي بتعمل الفويد فوليكلز، الفويد فوليكلز مع الكرونيك ريتيشن هي اللي بتعمل الليمفوما. عشان كده لو جت لاول وقت كده انت اخبار الثيرويد بيطلع فيها الليمفوما ولا لا؟ طب الليمفوما ليه؟ ما بيطلعش. هو الهيستولوجي بتاع الليمفوما فيه الفويد فوليكلز كله؟ لا. ده لو انت فاكر يعني. طب بيطلع فيها الليمفوما ازاي والموست كومون سايت الليمفوما حضرتك الاتش بايلوري والكرونيك؟ طب ناخد بقى المميز اللي بعدها بدور سيل كارسينوما، ايه بقى المميز في دي؟ ان دي واحده من
multiple endocrine neoplasia. Okay. Multiple endocrine neoplasia. المدرس شايف كده اهو الحاجات الرخمه والخطيره. انت هتشوف حتى كده هي طالعه من الكالسيتون سيكريتنج بارافوليكال سيلز، مش طالعه من السيلز بتاعه الفوليكلز بتاعه الثايرويد نفسها، طالعه من البارافوليكال سيلز بتفرز كالسيتون. ولكن شوف بقى كده الليمفاتيك سبريد هاز فريكوينت البولت ماشي، البروجنوز بتاعها فيري جود. ما استجبتش كويس لها. طيب الرحله القابله هنا اللي خلانا نعرف هي واحده مالتي كرونيك ايه؟ لوبليت. ومش بتطلع في الاول، دايما يطلع الاول حاجه ثانيه. ادينوما في البيتيوتري، ادينوما في البارثايرويد الاول، حاجه زي كده، وبعدين يبقى اللي بعدها هيطلع مين؟ هيطلع الدرجه الثانيه. عشان كده زي ما قلت لك التجميعات بتاعتنا مهمه في ايه؟ ان انا اقدر اتوقع هيحصل حاجه ثانيه ولا لا؟ فعارف ان في مطار الشركه سواء ممكن تطلع مع المين دي، فابتدي اعمل بقى ايه بقى؟ كالسيتون الليفل في الاخر. مش هي دي السيلز اللي طالعه منها وبتفرز كالسيتون؟ طب ما انا كل شويه اعمل ايه كالسيتون كده اشوفه بيطلع. لو زاد اتوقع في بدايه ايه؟ هعمل انترفينشن وتوتال ثيرودكتومي قبل ما يحصل مشكله. اتفقنا؟ يبقى حد يقول لي كده اكتر واحد خلينا ناخد بقى ايه؟ ناخد ادرينال ولا ناخد حاجة تانية؟ ادرينال؟ خلينا البيتيوتري بس المفروض تبقى في الأول عندي الماستر يعني. هاخد روماتولوجي بس. في برايمري هايبر تريدزم سكندري تبعها سكندري جامد اديروما فين؟ في البيتيتر ما انا واخدها قبل كده. طيب خلينا نقول البيتيتر دي اصلا ايه؟ البيتيتر اصلا هي جزئين مش جزء واحد. الجزء الاساسي فيها ريليتد للهايبوثالامس وده البوستيرور بلو. ده الايه؟ وده جزء من السي ان اس. اصلا هي عباره عن الفيرنال انس بتاع الايه؟ نيورونز موجوده اصلا في الهايبوثالامس فوق. فكده لو قلنا دي الهايبوثالامس اهي سيلز النيورونز بتاعتها فهي بتصب هنا. خلاص كده؟ طب امال الجزء الثاني منفصل عنها تماما خلاص اسمه انتيريور لوب او الطور لوب او الانتر لوب حسب بقى اللغة. حسب اللغه يعني الانتيريور لوب هو ده الاهم فيهم ان هو ده الاندوكراين سيستم الحقيقي. امال الجزء الثاني ده فايدته ايه طالما هو جزء على بعضه كده البيتيتا سبحان الله يعني؟ ده هايبوثلاميك نيورونز بتفرز هنا انتي دايريتك ايه؟ هرمون صح؟ وبتفرز معاه الايه؟ انتي دايريتك هرمون والفازو بريسن ماشي؟ معلش الاكسيتوسين اوكسيتوسين. اوكسيتوسين ده بتاع الايه؟ اوكسيتوسين وترانك كونتراكشنز. انتي دايريتك هرمون ده يكون هنا فيه لان ده من اسمه بيقلل او بيكنترول الدياليسز. لو انت شلته مفيش كنترول على الدياليسز يبقى ايه؟ شلالات نازله خلاص؟ سيفير بوليوريا او دايبيتس سيبس. الانتيور بقى هو ده بقى القصه بتاعتنا. الانتيور ده عباره عن سيلز كتير. السيلز دي هتتقسم لجزئين. جزء الخلايا فيه بالمنظر ده كده مش ملونه، وجزء فيه الخلايا فيه ملونه. يبقى كروموفوب كروموفيل ايه؟
سيلز. الكروموفيل سيلز الخلايا متلونة، في واحدة فيهم هيماتوكسيرينوسيم بيبقى شوية بيربل والتانية بتكون ايه بينك. المهم يعني واحدة اسيدوفيل والتانية بيزو ايه بيزوفيل. الاسيدوفيل دي بتفرز الاسيدوفيل دي بتفرز الجروث هرمون والبرولاكتين ماشي. طب والبيزوفيل بتفرز بقى الاهم، هيبقى البيزوفيل سيلز في الانتير لوب اللي في البيتيوتال جلاند دي بتفرز اهم افرازات الايه الجلاند اللي هو بقى من اول ال اس تي اتش وال تي اس اتش وال ال اتش اف اس اتش ويو. هنقول دول في بعض حاجات جرانسايت استمرار هرمون هما دول. طيب الفكره بقى انا بكنترول الجلاند دي ازاي وهي بتكنترول الهايبوثالامس زي ما هي بتفرز ودايركتلي هي اللي بتفرز الجزء بتاع الانتيزيريتيك هرمون السيتوسين هي بتكنترول الهايبوثالامس بتكنترول برضه السكريشن بتاع الايه البيتيوت. بس كنترول ازاي؟ كنترول عن طريق بلود فيزلز. تقدر تسكريت في البلود فيزل ديت الفاكتورز اللي هتتحكم في مين في الكلام. فالاي سي تي اتش اللي هو كورتيكوتروبين بيقولوا عليه، احنا هنعمل كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون وانهبيتور هرمون يبقى سي ار اتش يبقى كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون والانهبيشن بتاع كل واحد الاستيميتور والانهبيتور والانهبيتور بتاعه خلاص وهكذا ماشي. هيبقى في كنترول بفاكتورز جايه من فوق ماشي. طيب الفاكتورز الهرمون بقى اللي هي بتفرزها دي هتروح في السيميوتيك جلاندز. الجلاندز كل واحده فيهم بتطلع مواد، المواد دي تعمل نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالامس وعلى البيتيوتري ايه جلاندز. بمعنى ان انا لو جيت الجسم عايز ستريس فهزود تي اس اتش والاي سي تي اتش عن طريق كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون خلاص وسيروتوبين ريليزنج هرمون. زودت الافراز طب خلاص الاستريس راح، دول هيعملوا نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الايه البيتيوتري وعلى الايه وعلى الهيبوثالامس يبتدي السكريشن يرجع نقطه ثاني. يبقى دي قصه السكريشن والكنترول تمام. طيب في افكت بس عندي هنا في الكنترول بتاع ده، البرولاكتين ملوش دايركت انهبيتوري ايه او ملوش ستيمولاتوري هرمون يخليه يفرز خلاص. هو له انهبيتوري هرمون بيتنيه ايه او بيتني في درجه انهبيشن الدوبامين خلاص. الدوبامين بيعمل له ايه انهبيشن. طيب الدوبامين بيعمل له انهبيشن عن طريق ايه؟ عن طريق بلود فيزل الستوك اللي فوق. طب لو انا جيت قفلت الستوك اللي فوق قفلتها دمرتها اللي هي بتخلي الهايبوثالامس عامله كونتينوس سبريشن للبرولاكتين، ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل له سكريشن بتاعه يعلى. طيب طب بقيه الجلاند السكريشن بتاعهم هيحصل لهم ايه؟ نورمال هيقل ليه؟ ولا اديت السيميتور اديت هم مستنيين مش هيحصل لهم حاجه خلاص. العكس الفانكشن ممكن تبتدي ايه تظهر شويه بس لا. انا لو اديت عملت هنا تروما للستوك كله هيقل ما عدا مين؟ البرولاكتين هيزيد. بس يعني دي قصه يعني ايه كويس. انا لو ضربت الستوك كله مش هيزيد او هيبتدي يقل سنه، انما البرولاكتين هو الوحيد اللي ايه هيزيد لان التانيين دول ستيميلاتوري حاجه بتطلعه وده ملوش ستيميلاتوري ده انهبيتور بس. فانا قطعت الانهبيشن كونتينوس انهبيشن هيبتدي الليفل بتاعه ايه يزيد. هو الاستيميلاتوري بيجي عشان كده لو انا حصل جاست تروما بس للستوك هلاقي هايبر بروكتين. دي واحده من اسباب الهايبر بروكتين. بتحصل ازاي؟ قاعد روما طالعه في البيتيوتري دمرت الجزء بتاع الستوك بس جايه من فوق كده ودمرت الستوك بتاع الايه؟ البيتيوتري. يعني هيبتدي يحصل القصه. عايز ايه تاني؟ هي دي التريك بس.
السيركيليشن بتاعه البيتيوتري فيري ديليكيت، يعني فيري ديليكيت البلاد سبلاي بتاع البيتيوتري فيري ديليكيت بتاع الانتير لوب 6. الانتير لوب ده منفصل عن الايه، عن المخ، ده جزء يعني ملحوظ. عشان كده احنا الحمد لله رب ربنا كرمنا وقلنا نعمل خيال علمي، قلنا هنعمل ايه زراعه الانتير لوب، هناخد من واحد انتير لوب ونزرعه ونلحمه. عارف يقول لك ايه، احنا لحمناه بس المكنه تقريبا ما لحمتش، لحمت عند واحد كويس وما لحمتش عند واحد. السيركيليشن فيري ديليكت قوي لدرجه ان لو جاست حصل كونتينوس هايبرتنشن لفتره طويله او شوك، اول حاجه يحصل ثرومبوزس او يحصل نيكروزس في الخلايا في السيلز دي، ويبتدي يحصل بان هايبو بيتيتري. ما حدا اللي بيصيروا ايه لوب الانتيريوتيك هرمون ملوش دعوه، تاني ده جزء من النيورون، جزء ايه من البرين ملوش علاقه. انما اللي هيضرب مين الانتير لوب. عشان كده الناس اللي بيحصلهم شوك فتره طويله زي شوك من بوست بارتم هيموريدج بالذات، الناس دول بيجي لهم بانيل بوينت بنسميه شيهان ايه سندروم. سندروم ده شرحناه المره اللي فاتت خلاص، شيهان ايه سندروم. وده الحاجات المشهوره وموجوده بس لسه موجوده دلوقتي. طيب خلينا ناخد لو احتاجنا حاجه نقدر نشرحها بقى. ناخد اول حاجه ممكن تحصل اللي هي البان هايبرتريزم. ايه اللي هيدمر القصر؟ ايه اللي هيخلي يحصل بان هايبرتريزم؟ جينيتك مش بتاعنا، ده بتاع الاطفال. ان يتولد حد كده وعنده جينيتك ديفيكت بان هايبرتريزم مش بتاعنا خلاص. وعاده بيجي بحاجه اسمها انفانتيليزم. تلاقي بقى ايه بروس هرمون مش شغال، فتلاقي حجمه صغير خلاص. انت ليه ستيل لسه بيبي فيس وستيل لسه حجمه صغير والدايمنشنز بتاعته زي ما هي. والحاجه الثانيه مش هيدخل في المرحله، ما عندوش الا اسرس، ما عندوش القصه دي، فهيدخل تانيه ده مرحله كوره مش هيقابله، مش هيدخل في البيبرتي. فبنسمي المرحله دي مرحله ايه؟ انفانتيليزم. ساعات يحصل ديفكت بس في البروس هرمون، وساعات يحصل ديفكت في الاثنين. فالانفانتيليزم لازم في الاثنين، الست لسه طفل. انما ودي بنشوفها يعني، انما احيانا يحصل في الجروس هرمون بس. فتلاقي يقول لك اقصر رجل في العالم يا جماعه هو مريض. ده احنا عندنا عارفين الولد اللي كان بيجروا برامج ولا اللي هو الصغير ده ويطلع يقول لك ده راجل واتجوز ومش عارف ايه. هو عنده مش انفانتيليزم بقى، جاست جروس ديتازيشن ديفيكت في الجروس هرمون. تمام؟ زمان كده اديني عقل حاجه زي كده، حاجه كاميرا خفيه مش عارف ايه، الولد يطلعوه من هو مش راجل يعني المرجع الدرجه. في قصه بقى ثانيه اللي هو انفانتيليزم. يعني زمان كان الولد ده كان في طفل يقول لك الطفل المعجزه مش عارف ايه فرحان، احنا فرحان باين ايوه اسمعي يا سيدي القصه وطيب. فهو الواد ده قاعد بس الدور الطفل ده بس هو حقيقه هو انفنتليزم خلاص. انفنتليزم فعلا ستيل سنه بلاش لسه. المهم انا بس بربط لكم بالواقع ان الحالات دي موجوده خلاص، وللاسف يعني بتستغل اكتر منها بتتعالج. يعني بدل ما ياخدوا الواد يعالجوه ولا بتاع، قاعد بس الدور الطفل 30 سنه مبسوط مبسوطين كلهم، مخرج مبسوط احنا مبسوطين. طيب هناخد بقى ايه الاكواير بتاعنا الاستراكشر بتاثر. شال سندروم هتلاقيه موجود اهو في لو شال سندروم. اطلع فوق بقى كده هيدروجينيك. ان انا واحد كان عنده مثلا هايبر سكريشن او ان هو كبر او حاجه وانا جيت اشيل له جزء اللي فيه كده وحفيت شويه في الفاري بقى، حفيت وخدت اللي فيه هيحصل فاري او هيحصل فاري راديو ثيرابي عشان اسيح الادينوما دي. وبعدين قمت قاعد كده لوشت على بقيه الجلاند اتصابت، فيحصل برضه ساحب كلها يعني، فيحصل بقى. او لو جيت اديت ميديكال ثيرابي فتره طويله ماشي. طيب خلينا بقى دي اذر ديس اوردرز انفلتريتيف وجرانيلوماتوس كمان انفلتريتيف وديستركتيف. هيموكروماتوزس احنا ده خدتوه في البلاد صح؟ وخدناه في الليفر. ده مرض الفكره يحصل في الريتين هيترسب في كل التيشو صح؟ هو بيحب من ضمن الحاجات اللي بيحبها الاندوكراين بلاك. يعني لما نيجي ناخد في ادرينال برضه بيترسب فيها. ممكن يدي ديفكت فيه ماشي؟ في البنكرياس فيه بيترسب في كل الحاجات. ساركيلوزس بيحب الاندوكراين بلاك. ده جرانوسيز شبه التي بي بس مش ايه؟
يتعلم الستوريز والتي في نفسه كل دول بيحبوا ان تعمل انفلتريت برضه السبب بس صعب دلوقتي بالمين دول تتشاف ولو الحالات كده تبقى كنترولبل شويه يعني الكانسر روم خلاص اتدمر البوست بارت قلنا عليه طب امال ايه البيتريتري كومبلكس دي؟ ان في ادينوما صغيره مش عامله اي مشاكل سايلنت خالص وفجاه الادينوما دي حصل فيها هيمورش حصل فيها ايه؟ الهيمورش هو اللي هيدمر الايه؟ بقيه الكلام مش الادينوما بقى الهيمورش بيبقى اكيوت ايمرجنسي اكيوت ايه؟ ايمرجنسي طب انا لو جيت دمرتها بسرعه هدمرها كده في لحظه لا هتاخد وقت فانا لو حصل معايا الكومبلكس ده والهيمورش ده ولحقته ممكن هسيب جزء من الجلاند ده تتحسن تاني ما لحقتش الجلاند بتتدمر خلاص فبيسموها بيتيوتري ايبوبليكس ماشي طيب ناخد اول سبب بقى اللي انا سبته الاخر اللي هي البيتيوتري ادينوما البيتيوتري ادينوما دي يعني تيومر وده مشهور في البيتيوتري ده واحد من المطر الكرانيوبليزم ده واحد ايه منهم يعني لو قلت بيتيوتري ادينوما يبقى ادور على بقيه الايه الحاجات الثانيه احطها في الباقي البيتيوتري ادينوما دي يا اما طلع من كروموفوب سيلز هي ما بتشتغلش ما بتطلعش حاجه فيبقى سايلنت فكل اللي هتعمله هي بريشر مانيفستيشن اول ما طلع من الكروموفيل سيلز فهي برودكتيف وحسب بقى تطلع من مزاجها ايه تطلع تي اس اتش تطلع جروث هرمون تطلع ده تطلع ده حسب ما هي عايزه ايه تطلع بتطلع يبقى فانكشن بس فانكشن لمين لواحد طب والباقي بتدمره فهي برضه ديستراكتيف وبرودكتيف فبتدي دبل مانيفستيشن مانيفستيشن كلينيكال ومانيفستيشن ايه؟ لوكال تمام كده؟ انما الديستراكتيف دي اللي هي نون فانكشننج بتدي ديستراكتيف ايه؟ اليمنت بس يبقى حسب نوع الايه؟ حسب نوع الادينوم هي فانكشن ولا نون فانكشن؟ جاست بريشر مانيفستيشن ولا كده كده الاثنين هيدمروا وبالذات لو كانت ماكرو ادينوما اللي هي اكثر من سنتي اكثر من 10 مللي يعني هتبتدي تعمل ديستركشن ولكن ولوكال مانيفستيشن وسي ان اس مانيفستيشن والقصه دي ولكن لو هي برودكتيف يبقى هتطلع تي اس اتش هتديني سكندري هايبر ثيرابيز مثلا لا هايبر ثيرابيز مع بقيه الديفيشنس بقيه الهرمونات بتاعت البيتيوتر ايه جلاند فما اقدرش اقول عليها بان هايبرتيز طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعتي بقى هي القصه كلها ان هتبقى الجلاند ده انا بتحكم فيه طب مين اشهر جلاندز هتدي مانيفستيشن ما انا بتحكم في الادرينال هيديني هايبوكورتيزم يبقى ايه؟ هايبوكورتيزم طب التي اس اتش بتحكم في الثايرويد يبقى هايبوكورتيزم وفي الحالة اسمه سكند طيب وهايبوجوناديزم تمام هايبو ايه؟ جوناديزم الست اللي هي كانت بتاع شان سندروم بتخلف وتعمل ومش عارف ايه وعايزه ترضع بقى ده في الاول عايزه ترضع ما ترضعش اصل اللبن نشف اصل تعبت يا عيني من الصف ماشي هو ما عندهاش مخزون حلو طب بعد سنه المفروض البيريد بقى على الاقل تيجي خلاص بقى ما بترضعش بقى يقول لك اصل هي بترضع دي حياتك ما ترضعش ما في البيريد لازم تيجي بقى مش راضيه تيجي سنه اتنين مش راضيه تيجي نشفت يقول لك اصل جالها مش عارف ايه بريماتور مربوز جالها بدري مش عارف اصل هي خلصت بيضات ده كلام لا هي ما فيش بقى اصلا يعني دي لو خدت ستيمولاتنج هرمونز هتخلف تاني جاست ما عندهاش جراند شوبين فده سكندري انفيرتيلي طيب يبقى دي المانيفستيشن بتاعتي بس اخد بالي بقى ان الجروس هرمون لو قل هو ادلت اصلا فمش هيحصل بقى ان هو يظهر يعني ولا حاجه بس هتلاقي المصل بارك بقى ضعيفه الفاتش اقل شويه الفاتيج الاوستيوبروزيس الحاجات اللي معتمده على البروتين انابوليزم قلت خلاص انما في الاطفال طبعا القصه احنا قلنا عليها يا اما جاست شورت ستيتشر واصغر رجل في العالم ومش عارف ايه يا اما ان هو انفانتيليزم وياخدوه في الافلام دول الطفل 30 سنه طيب القصه اللي بعد كده البرولاكتين البرولاكتين ده يعتمد على ازاي هي اصلا برولاكتينوما هي بتطلع برولاكتين يبقى هي من الاول هايبر برودكشن او لو ادينوما دمرت الستوك فهتقلل كله ما عدا البرولاكتين هيجي عشان كده بقى عندي ادينوما موجوده في البيتوتري والبرولاكتين عادي
يبقى عندي كام احتمال؟ اثنين. يا اما الادينوما هي اللي بتطلع البرولاكتين، يا اما الادينوما ضربت الاستوك فالبرولاكتين ايه؟ زاد. فهمت كده؟ كوما بقى، الناس دول لايبل للكوما بعد فتره طويله مش على طول. ليه؟ معانا هايبوكورتيزم والهايبوثايرويديزم الاثنين مع بعض صعب، الاثنين مع بعض يديوا لك ايه؟ هايبوجلايسيميا اتاكس، مفيش كورتيزون كمان بروس هرمون، الحاجات اللي مفيش حاجه تعمل لي اوفر بروتكشن للجلوكوز، والميكس دي مفهومه في حد ذاتها ممكن تحصل، وكمان اللوكال بريشر مانيفستيشنز على البرين والانتركير هايبرتنشن ممكن ياثر على الكونشس ليفل. انفستيجيشنز طبعا وانس ان انا لقيت الموضوع كده انا عندي حاجتين، هقيم هرمون بشوف الهرمون ليفلز سواء بقى بتاعت البيتيوتري او السكندري بتاعتها اللي نرجع عنها الثايرويد والادرينال جلاند هرمونز، ولازم ايفالويت التشريح بتاع الجلاند نفسه. يعني هعمل ايمجنج للجلاند اللي هي انفستيجيشن بروتوكول، لازم ام ار اي على البرين اقول له ام ار اي بيتيوتري، ام ار اي ايه؟ بيتيوتري، اقول له شوف لي البيتيوتري عشان ياخد لي كاتس او ليفل بتاع البيتيوتري ياخده كويس بالتفصيل، ماشي؟ وايفن برضه لو عملت سي تي هقول له اعمل لي سي تي وكونتراست بيتيوتري عشان يركز على الكاتس بتاعي. يبقى تشريحيا ووظيفيا هقيمها، وزي ما قلنا كده ان اي هايبو فانكشن لازم اعمل ستيميليشن ايه؟ تيست. ليه؟ ممكن يكون فيسيولوجيكال هايبو فانكشن بس هو الدنيا تقل، ادي ستيميليتر تيست تعلى يبقى خلاص. طب لو دي ستيميليتر تيست وما استجبتش خلاص، طب انا ادي ستيميليتر تيست ازاي؟ انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل ستيميليشن بالثيرويد ايه؟ ثيرويد هرمون بالهايبوثيرويد هايبوثلامين هرمون، اخد الفاكتورز دي واعملها ستيميليشن صح؟ واشوف هتستجيب ولا لا، مش هتستجيب يبقى ميت، يبقى فعلا فانا هايبوثيرويد حقيقي. ما عنديش ده، لا بس ممكن اعمله بتست تاني، يعني مثلا ادي اعمل انديوس الهايبوجلايسيميا. انديوس الهايبو ايه؟ جلايسيميا. المفروض ده يستميليت الجروس هرمون ويستميليت الثيرويد ويستميليت الايه؟ الكورتيزون او الـ او الاس اتش، مش بيحصل له ستيميليشن، يبقى ده فعلا ايه؟ فعلا هايبوثيرويد. بس عادة مش بنلجأ له كتير في القصة دي. العلاج ايه؟ ان انا هعمل ريبليسمنت ثيرابي لاي هايبو فانكشن. عايز اقول بس ان دلوقتي بقى في تقدم، فعاملين فاكتورز للهايبو فانكشن لو انت فاكتورز للبيبيوتك مجمعة كده لو انت ده الجديد. انما لغاية دلوقتي في مصر ممكن بنعتمد على اندفيدوال بقى ايه؟ انا عندي الخطير فيهم ايه؟ ثيرويد ادرينال والجونادال دي تفرق معاك حاجه؟ مش شرط. واحده ما خلفتش وعايزه تخلف واحد ما خلفش عايز يخلف اديله ال اتش اف اتش. طب هو اصلا خلاص مش مهم خلاص؟ طيب ده يمنعش ان الستات بيحبوا يعني ما يخسروش حاجه، يعني عارف ممكن يدي عشان ما يخسروش اي حاجه زي كده. الكورتيزون ده اهم واحد عشان هو مش هيموت من اي حاجه ثانيه، بس هيموت من الاستريس كرايسيس ممكن يحصل في اي وقت، ولازم ادجست الدوز مع ستريس كونديشن خلاص. يبقى هديله ثايرويد هرمونز كمان، بس خد بالك ان ما ينفعش تدي ثايرويد هرمونز قبل ما تعمل ريبليسمنت للاسترويدز، عشان كده انت ممكن تانديوس اديشنال كرايسيس في الموت تاني، هو اصلا عنده هايبوكورتيزم. طب لو انا عوضت بثيرويد هرمونز الاول، ولو هو حتى ايفن المانيفست الهايبوثيرويديزم ايه اللي هيحصل؟ اديشنال كرايس. فانت اللي هتسبب اكتروجينيك اديشنال كرايس، عشان كده يفضل ان احنا نعمل ايه؟ ايفالويت الفاكتور كرايس والديسترويدز قبل ما ندي الثيرويد هرمونز. طيب شورت ستيتشر هتبقوا تقروا مفيهوش مشكلة. ناخد الجروث هرمون بتاعك
بتاعته، وبالتالي انا سهل اقول لك والله الهايبر والهايبو فاكتور بتاعته بروتو هرمون ده بيأثر على كذا حاجه. هو هرمون النمو، فعشان ينمو الطفل محتاج ايه؟ انابوليزم. يبقى انا اتحكم في ايه؟ اتحكم في الميتابوليزم. يبقى هو له رول في الميتابوليزم كبير، تمام؟ يبقى هنلاقي البلك الاساسي عنده ايه؟ ميتابوليزم. بعض الحاجات الثانيه مع الميتابوليزم، بس خلينا نقول الاساس هو ايه؟ ميتابوليزم. طيب ميتابوليزم هيبني عشان نمو ايه؟ بروتينات وعليه شويه حاجات، صح؟ يبقى اساسا هو انابوليك للايه؟ للبروتين. انما ممكن لذكر انما للجلوكوز او الكربوهيدرات كاتابوليك، تمام كده؟ نفتكر بس دي كويس. عشان كده لو انا اديت الهرمون ده او زاد الليفل بتاعه بصوره كبيره هو دايبيتوجينيك هرمون. هو واحد من الكاونتر هرمونز الانسولين قصاد الانسولين، عشان الانسولين لو زاد دول بيبتدوا يعدلوا الكفه شويه، هو والكورتيزون والايه والثايرويد هرمونز والادرينالين والنورال. خلاص؟ فلو زاد الليفل بتاعه يبقى معرض لايه؟ دايبيتس. انما هيديني بروتينات كتير ويبني بزياده شويه. طيب فعشان كده يبقى هو هايبر جليسيميك ولايبوليسيس بدرجه معينه في الفات، بس انابوليك في البروتينو ده الاساس. وهناخد انابوليزم له سبيشال رول في البون عشان يطول ويتضخم، والمصل عشان تطول وتتضخم، والفيسرا عشان تكبر وتتضخم وتتضخم بيهم مهم. خلاص؟ طيب والمينرالز هتبتدي تزيد، انا محتاج الحاجات دي عشان ابني البون وعشان ابني الايه؟ وعشان العضلات والقصه دي. طيب خلينا ناخد اول حاجه خالص الهايبر فانكشن. هايبر فانكشن عندي نوعين، نوع ما قبل البلوف ونوع بعد البلوف. هيفرق في ايه؟ هيفرق في حاجه مهمه جدا، الطول. الايه؟ الطول. ما قبل البلوف الابيفيس مفتوحه فسهل يطول. البون هي ايه؟ هيكبر ويتضخم، يطول وايه؟ يتضخم. هيتني يطول يلعبوه طايره وينبسط فيه قوي، الناس كلها تنط وهو كده على طول. فيطول فيلعبوه سله وهو الناس كلها بتنط عشان هو بيسقط هات وحط. كان في يعني عشان بس تعرفوا ان احنا يعني المهم، كان في لعيب سله زمان اسمه اسماعيل، ومفخرة مصر والعرب انه اسماعيل لاعب رافض مش عارف ايه وانسوس. فعلا الولد ده يعني كان طالع من الاشبال وطلع بسرعه الصاروخ واتشهر قوي في الجرايد والدنيا، ومصر رايحه تقابل مش عارف مين، وهيحترف بقى في الدوري الايه الامريكي، والجرايد مسكته يعني واحد طويل كان بيديله كرة كده هو كده يعني على طول، كل الناس تطلع عشان تعمل له بلوك، مفيش بلوك مين وسع يده. المهم جه خبر بعدها على طول بايه؟ بسنه كده ان اسماعيل ده بطل يلعب خالص، وعملوا معاه لقاء كده، والحمد لله ان طبيب الفريق بتاع المنتخب لحقني قبل ما انا كنت زمان عمال اطول لغايه دلوقتي. طلع عنده ايه؟ بتيوتري ادينوما بتفرز الفيروس اكرو ميجالي، ولا ده الجانتيزم؟ يبقى الجانتيزم هي عملاقه عشان هو ما عندوش الليبيفز لسه ما وقفتش، فالطول عمال بي ايه؟ بيزيد، وكذلك العضلات تتضخم والدنيا، بس مع طول الدنيا متناسقه، مع طول الدنيا ايه؟ متناسقه، ويمكن بس لو عملش شويه رياضه هتلاقي يحصل شويه سايكوزس كده شويه في الايه؟ الجون بتاعه، بس مبدئيا كده ايه؟ دي اسمها جرانتيزم او عملاقه، او احيانا بتنطق جرانتيزم يعني. ودول اللي بيلعبوا طايره وسله في الايه؟ في الناس الدول اللي ناميه لغايه لما طبيب المنتخب الناصح اللي هو ده اذا كان مش واسطه يعني يلقطه ويحلله ويكتشف ان هو ايه؟ طيب انما ده في الاطفال، ده مش بتاعنا، بس حبيت اقول لكم يعني ايه مثال. ده المثال اسماعيل ده اشهر مثال جرانتيزم في مصر يعني. في الافلام بتاع زمان والافلام الاطفال وبتاع يجيب لك ان في عملاق في الغابه ومش عارف ايه، فانا فاكر كان ابيض واسود زمان اتذكر يعني جايبين عملاق الغابه، بس لما جيت شفت لقطه منهم خلاص طلع واحد من اللي عندهم جرانتيزم صعب عليا، بعد كده كنت بخاف منه وانا صغير، دلوقتي صعب عليا يعني
عيني يمسكوه في الافلام برضه صدوه خلاص. طيب نيجي بقى للايه؟ للاكروميجالي. ماشي يبقى ده ايه؟ اشرف. اشرف طبعا معروف برضه ما شاء الله عليه لسه عايش ولا لا، بس الراجل ده اتشهر فجاه برضه وخلاص. هو بيعمل كده يعني؟ مشهور يعني هو على الكوميكس والدنيا. المهم اكروميجالي ده هو اشرف. ايه عباره عن ايه بقى؟ اكرو ايه؟ اكرو الاطراف. ميجالي تتضخم بس، انما بيطول لا، هو خلاص هو طول وقف ولكن هيتضخم. فاكثر حاجه بتاثر هي الايه؟ الشورت بونز، هي بتتضخم اكتر. فبقى الراجل هيجيله درجه ايه؟ كيفوزس. ماشي، عظمه ايد الشورت تضخم قوي، فعشان كده اكتر حاجه هتبان فيه هي الاكرو ايه؟ اكرو ميجالي. طب والفيس؟ هو برضه شورت بونز تضخم برضه، هيبقى فيه ايه؟ انما الوحيد اللي هيبقى متناسق وجميل بس مش ماشي مع الدنيا وهيتضخم وهيطول هو مين؟ مين اللي قال لكم بقى؟ انا اللي قلت. المانديبول مش الجو. المانديبول السكيشن سنتر بيقف عند 40 سنه. هو لو جاله الريسيشن قف 40 سنه هتلاقي اللور جو يتضخم ويطول. عشان كده الناس دول لما يجي نشوف المانيفستيشنز بتاعتهم هلاقي يحصل كالتالي. فيشز بعيد كده تقول ده ايه؟ ده ايه بلايك؟ ايه بايه؟ ايه بلايك؟ رقم واحد في كورس فيتشر هتلاقي البوم بتاع الفرونت بوم طالع فوق تاني، بص فوق ده ده الفرونت بوم. ماشي؟ والسوبرا سيلر رينج هتلاقيها برضه بارزه قوي. تمام؟ وعظم النوز والسوفت تيشو بتاع النوز هتلاقيها بتتضخم. الليب الاولانيه بتتضخم، بس شوف المندبل بروجن سيلر. المندبل اللي تحت ايه الاخبار؟ كبر بكل اتجاهات ده، فعشان كده بقى مش كلهم الناس عارفينه. يعني كله تضخم وده تضخم وطول. فبقى عنده ايه بقى؟ بروكن سيز. مالا كلوشا. ها؟ بيسموا القصه دي ايه بقى؟ بروكنسيز. ماشي؟ تلاقي الدنيا طالعه قدام كده زي الايه بالظبط؟ زي الايه؟ هي جايه من دي، المندبل الحته اللي طالعه تحت دي. ماشي؟ يبقى هو تضخم وطول. طب العظم بيطول وبيكبر وتضخم، السنان بقى ايه اللي هتتضخم هي كمان؟ لا السنان زي ما هي هيوسع، هيبقى بينهم سبيس بيسموها سبلينج اوف تيل، فهيبقى ما بينهم ايه؟ مساحات. خلاص؟ يبقى سبلينج اوف تيل واللارجمنت في المانديبل وبروكنسيزم برضه في الماكسيلري فوق والنوز بقت ضخمت سوبر سيرج بقت بروميننت والفرونتال بوسينج بقى واضح وي دي اسمها كورس فيتشرز دي بتاعت الاكشن جريب فيشز بدون تفاصيل. السوفت تيشو بقى اللي على البون ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هيزيد السكين هيزيد. طب السكين هيزيد والفور هيد زادت؟ لا هي في نفس الحته كانت اتضخمت شويه بس، عشان كده هتلاقي معظمهم عندهم رينكلينج. والسكين زاد بالايه؟ بالسيلز بتاعته بالجلانس بتاعته، عشان كده هتلاقي عندهم ايه؟ سكريشن برضه كريز سكريشن كتير في المنطقه دي عشان سبيشس الايه؟ سبيشس بتاعت العظم. خلاص؟ فدي فكره الاكوا جابت ايه؟ سبيشس. طب ايه تاني بقى هيزيد بالحجم؟ هي دي بطيخه ادم يعني ما ينفعش تبقى قفاعه ادم. دي موضوع اللارينكس هيبقى تضخم زياده عشان كلهم هيبقى عندهم هارش فويس فلهم صوت مميز. لو انس ان هو اتكلم كده تحس ان في حاجه غلط. صح؟ طيب مميز. الجسم الجسم بقى هتلاقي فيه الايدين
والايه والرجلين المميز اللي هو الاكروميتال ماشي، والفيرتبرال كولوم هيدينه درجه ايه؟ تيفوس. انما الايدين والرجلين متضخمين. طب والبسرة؟ اللارج. طب والقلب الكبير هيبقى كبير بعد المانيفستيشنز بتاعتي. انا البون هيبقى ضخم يبقى اكروميجل، وعلى فكره لما ضخم في الاطراف هنا الريتيناكلم اللي موجود حوالين البونز زاد زاد شيء، هيبتدي ده بالعكس ممكن يحصل تكني، هيحصل كاربال تانل سندروم فوق او تانل حتى تحت تانل تحت سندروم. الفيرتبرا كولم الفيرتبرا عماله تضخم فبتضغط على الاعصاب. في ناس بيجي لهم باك بين ودي بتكون مشكلتهم بيدوروا بيها. فاكر ان في عيان يعني كان بتاع عنده صراحه اكروميجال فعلا، بس هو كان مدخلينه مالتيبل اورجان حامل كرام، ما دخلكش حاله كده يعني، يعني اكروميجال وكان معاه حاجه ثانيه، فهو هيباتيتس سي وسيروزس واتش سي سي، فكان مليان يعني. المهم بس كان الهيستوري ان اللي اكتشف الموضوع ان ظهره كان بيوجعه فراح يكشف، عملوا له الاشعه الفقرات فتقريبا لها فقرات قوامعات بقى كده محطوطه في قلبك كده، عملوا له جلوس هرمون طلع ايه كده، فعملوا الادينوما فلقوا في بيتوتر ادينوما، لما عملوا ايمجنج شالوا الادينوما وحسن، بس ستيل لسه الراجل بقى هيباتك كده يعني. الحاجات دي كلها ريفيرسبل دكتور؟ فممكن يكون ظهره هو السبب يعني، كاكوس والبين هو السبب يعني، هو وشه وايديه يقول لك تحسبش ده يا حلوه بس بركه بركه. طب والرجل؟ اه ما حلوه ساعتها زمان برضه بركه يقول لك بركه ماشي حلو. طب الشوز بيكبر ومش لاقي تفاصيل مش عارف بيفصل يعني الاول كان يروح يجيب مقاس مثلا ايه 48 49 بعد كده مش لاقي مقاسات فيبتدي يفصل بقى، حتى لو لقى مقاسه البتاع بيبقى عريض جدا انتوا متخيلين، فبيروح بقى يا عيني يدور ما فيش فبيفصل، فتلاقيه لابس شوز كده غريب عريض متفصل. اوريكم حاجه من حياه البروفيشنال اللي هو جاي يبقى لابس ايه، يا اما لابس شبشب بقى او لابس حاجه تحس ان ايه الدنيا براحته يعني. طيب الدبله عماله تظهر في ايديك، كل دي اعراض اكروميجا اللي هو شاف امبارح، فيغير في الدبله يجيب دبله اكتر برضه. فبيقوم عاملينها ايه بقى عشان لو ناس غلابه بيعملوها ما بيتغيروش يعني، هي دبله واحده بالعكس ده ممكن كده ويبيع جزء، فبيقصها ويوصلها بحاجه كده بلاستيك بحيث لما تكبر هي بتوسع لوحدها يعني، يوسع سنه كده وخلاص، او ناس عاملاها مفتله برضه هبقى اوريك فدي يعني، لو جه حاجه من الحالات دي بيبقى عاملين كده فعلا، يبقى بيفصل في. طب يا جماعه انتوا ما دورتوش ليه؟ عادي. طب وشك ما تغيرش؟ يقول لك عادي انا تفاصيل وشي كده، يقول لك ده كان امور ولا زال يعني ماشي لغايه لما هو يشوف نفسه يعني، يا عيني يحسن على نفسه قوي، هو ايه الهرمونات بتاعته فيها كده؟ هرمونات الذكوره يعني، فكر ان هو خلاص بقى اتغير وبقى وحش بقى ايه. فيجي واحد بقى ايه يكتشف الموضوع ده ازاي؟ في الرجاله مثلا عادي بتفرقش، انما في الستات بتفرق كتير. انسى واحده زميلتنا جابت لنا عيانه اكروميجالي من السوق، تعالي هنحلل لك معانا، رايحه تشتري طماطم ولا ايه، فلقيت الست كده ايه البيشنت بتاعها مش عاجبها حاجه، انت طب مش عارف ايه، طب مناخيرك طب تعالي بقى ايه بكره، خدتها كده وجابتها لنا بالسيف حلت لها طلعت ايه اكوميك. هو في كده انا مره كان في سباك جاي يعمل لي بتاعه، جاي المساعد بتاعه غريب كده، هو قد كده والمساعد بتاعه عامل كده وضخم كده و تيبيكال يا عم وانت كويس؟ كويس. في حاجه دكتور؟ طب بس معلش الله يخليك احلل التحليل ده لاطمئنان يعني. ماشي يا عم انا ما شفتوش بعد كده، بس ايا كان هم الناس دول ممكن هم عايشين حياتهم عن هي دي طبيعتهم كده يعني، ايديهم بتكبر رجلهم بتكبر عادي لغايه لما ظهره وجعه، بس عشان ما استغربوش يعني هو ليه اكتشفوا بتاع ظهره بيوجعه فراح يكشف على ظهره، فهو اللي اكتشفه الدكتور. الاورجانوميجالي هي دي كومبليكيشنز بيموت منها بعد كده خلاص. فخلينا ناخد ايه اللي هيحصل بقى في الناس دول خلاص. لوكال مانيفستيشنز لا مش هناخدها دلوقتي، هناخدها بعد ما ناخد الاثيولوجي بعد.
الكربوهيدرات دايابيتس بيحصل 25 ناس هايبرجلايسيميا لايبوليسيس هيخلي فيه السكن رينكلينج عشان ما فيش فات يبقى فيه جلد من غير فات حتى وكمان اللارجمنت في البون بس مش بيبقى بطول كبير فيحصل رينكلينج واضح هو البروتين هو الاساس البون هيحصل فين فضخم زي ما قلنا كده السكن والفيشنز بتاعتنا والهاندز والفيت هيحصل اكروميجري والفيسوروميجري ويهمني حاجتين كله هتضخم بس القلب لما تضخم بيحصل هارت ايه؟ فيلير وده من اشهر اسباب الديث في الحالات الزي دي بقول لك اشهر اسباب الناس دي ايه؟ الهارت فيلير طب ليه؟ هو جاست الكارديو مايبرت لا ما هو هايبرتروفيك سموث ماسل هيدينا هايبرتنشن هايبرتنشن سكند هيدي ايه؟ يدي اوفر لود على الهارت يدينا هارت فيلير كمان في نقطة بقى مهمة اللي هي الكولونيك بوليس بوليس في عيان تعبت من مستشفى الشرطة النهارده كده هو اكروميجاليك بس كان بيجي ببليدنج ريكتم وكوليك وحاجات زي كده هو في الثاني فهو بيعالجوه عنده بواسير البواسير هي اللي ايه؟ تنزل انا عملت له منظار قلت له فاهم هو هنعمل كذا كذا عملت له منظار لقيت بوليبس حوالين البواسير دي هي المشكلة في القصة ايه؟ ان البوليبس دي بريكانسس يعني انت لو ما شفتهاش الراجل ده ايه؟ معرض يجيله كانسر كله يا جماعه دي برضه من الحاجات اللي بتتكلم عنها الماسل باور بقى هنا اللي بتختلف شويه الماسل باور هي بتزيد في البلك صح تتضخم بس بتزيد في الطول بتزيد في الطول بس البوم مش بيزيد ففي الاول بتزيد تتضخم بيبقى كويس وقوي بعد شويه بتزيد على الفاضي فيبقى الستريتش ريفلكس اقل والدنيا الباور اقل فيها. بس كمان ضيف الى ذلك ان كل الميتابولايتس بتزيد بما فيها البوتاسيوم ايه الكالسيوم هيديني سبريشن من ايه للمصل زي ما المصل ويكن هيزيد عشان القصه دي الكترولايت ديستربنس عشان هو بيزود الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم الحاجات دي بتسبريس المصل باور دكتور المصل باور الاسترتش بتاع المصل خلاص وعندي الالكترولايتس الاثنين بعد كده فيري ليت لما يبقى ادفانس ديسيز مش كنترولبل يبقى في ويك مصل مع انها بلكي بس هتبقى ويك ايه؟ ويك مصل ليت ايرلي لان هو جاست لسه ما حصلش ميتابوليك ديستربنس ولسه ستيل لسه المصل ستريتش كويسه فشوف البوتاسيوم من اهم الاسباب بتاعته ايه؟ من اهم الفيكسيشن بتاعته في الزياده المصل ويكنس اند اريزنس اند ايه؟ بس دي بتبقى ما بتشوفهاش ان بيبقى ادفانسد وان كنترول ما بتاخدش عليها. طب يا جماعه خلينا ناخد حاجه هو ايه اللي سبب لي اصلا اكروميجري؟ ادينوما بتطلع من الاسيلوفيل سيلز تفرز الايه؟ الجروس هرمون. طيب احنا قلنا الاسيلوفيلز دي بتفرز ايه؟ الجروس هرمون ومع مين؟ برولاكتين. عشان كده يمكن اكتر من 30% من الحالات دول معاهم اسوشيتد هايبر برولاكتينيميا تمام؟ نفس الجلاند اللي بتطلع جروس هرمون هي نفسها فالادينوما ممكن تطلع جروس هرمون. جروس هرمون ده خلاص بالادينوما بتاعتي دي في عندي نوعين من الادينوما نوعين من الايه؟ مايكرو ادينوما صغيره مالهاش لوكال مانيفستيشن وماكرو اكتر من سنتي اكتر من 10 مللي لها لوكال ايه؟ مانيفستيشن ولو كبرت عن كده بتشوف مانيفستيشن. طيب اللوكال مانيفستيشن بيبقى عباره عن ايه؟ لو جينا ناخد الجلاند كده احنا كنا رسمناها ازاي؟ الجلاند دي كانت موجوده في كافيتي كده مقفول بكريبري فورم ممبرين حاجه كده بطريقه بسيطه كده حواليه في البوم ده اسمها سيلا ايه؟ سيلا بيبقى كلوزد سبيس فلو انا عملت بريشر جوه الكلوزد سبيس البيشن بيحس ايه؟ هيديك تنشن هيديك بس تنشن هيديك صغير الجلال عماله تزيد تنشن هيدك عمال ايه يزيد فبدايه الادينوما الماكرو ادينوما دي في بدايه الهيستوري يديك هيدك جامد وبعدين شويه يرابشر مين؟ يرابشر ده والادينوما تكبر بره بعد ما يرابشر ايه اللي هيحصل؟ الهيدك هيروح
اي ريلي بيقول لك انا فجاه كده صحيت من النوم لقيت الدنيا بقت زي الفل والصداع راح والدنيا تمام. يبقى دي تاني مرحله من مراحل الايه؟ هدي. طب لو هو ما اتعالجش وما اتلحقش وما اتلحقش ايه اللي هيحصل؟ الادينوما هتبتدي تزيد 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 جوه البرين، هتزود الانتركرينيال ايه؟ تنشن، هيديني انذر اتاك اوف ايه؟ هيديك مش هتقدر تروح بقى. يبقى الهيديك لو ابتدى يحصل في الماكرو ادينوما ينفع على ثلاث ايه؟ مراحل شرط ما اتعالجش. المرحله الاولانيه تنشن هيديك بسيط بعدين راح، المرحله الثانيه بعدين المرحله الثالثه تنشن هيديك مش راضي يروح. خلاص؟ عشان قصه الايه؟ البريشر لوكال مانيفستيشن. يبقى دي نقطه. النقطة الثانية بس ان دي واحدة من المالتيبل كرانيال ريسك، احنا قلنا اي بيتيوتر ادينوما اي تدور على ايه؟ مالتيبل كرانيال ريسك ماشي؟ سواء تايب 1 او تايب 2 موجودة في الاثنين يعني. طيب خلينا ناخد بقى الادينوما دي ممكن يكون لها مانيفستيشن او اشهرها لوكال مانيفستيشن. تعمل بريشر على الاوبتيك كازما هتلاقي الراجل فيه في الفيلم كده الناحيتين دول كده ابتدى انضرب مش شايفين كويس. في ناس بتعديها وناس لا، يعني ناس بتاخد بالها وبتدي الدور ناس لا، وممكن يضغط على اذر نيرفز لوكال. يبقى دي واحده من المانيفستيشنز هي بريشر مانيفستيشن التيومر في الاسكار. طيب اذر نيورولوجيكال مانيفستيشنز المصل هتضعف كاربال تانل سندروم وكاربال تانل سندروم اي سكانس الديبريشن كاربال تانل سندروم وديبريشن سي ان اس ديبريشن ده ممكن من الحاجات اللي بتحصل لما الشكل يتغير ويتبهدل ومطلوب منه يعمل عمليه كبيره في المخ وتكسر تبقى ديبريشن. ريمبر ارنب بس دي اول حروف من الحاجات اللي بتسبب كاربال تانل سندروم سواء بقى ايه روماتويد ارترايتس مع الاكروميجالي وال اكسديما والدايبيتس ماشي؟ طيب انا دلوقتي طلعت هرمون بيعمل مانيفستيشن بس دمرت اذر هرمونز في البيتيوتري بالذات في الماكرو ادينوما هيبتدي يحصل لي هيدرو فانكشن فين؟ في بقيه البيتيوتري يعني هتلاقي تي اس اتش بي ال اس تي اتش بي ال الانسترومنت بتقل. فاخد بالي ان المريض على فكره اشتكى او مريضه مش بتخلف او حصل هيبوكلاسيميا اتاك او الانفستيجيشنز بتعتمد على ان انا اشوف التشريح بتاع الادينوما شكلها ايه واشوف الهرمون الليفل اختاره ايه. طيب عشان القط الجروس هرمون ليفل ده لاين وما اقدرش القطه بسرعه ومش ستيبل في البلاد عشان كده الليفل بتاعه مش اكل شويه وبيتاثر بالاكل عشان لما باكل هو بيتحكم في الميتابوليزم فهو اصلا من الحاجات اللي ايه كاتابوليك في الجلوكوز فلما انا اجي اكل هعمله سبريشن صح؟ اجوع هيزيد فما اقدرش احكم هو دي هايبر سكريشن فيسيولوجيكال ولا نورمال ولا ابنورمال عشان كده هنعتمد على فاكتور ثاني اسمه انسولين جروس فاكتور 1 هو ده الناتج بتاع الجروس هرمون لما الجروس هرمون ابنورمال يزيد كفانكشن يبتدي يزود لي ده وده ميزته ان هو ما يتاثرش بالاكل وهاف لايف بتاعه طويل فسهل ان انا اجيبه خلاص بدون تغير الليفل بتاع البلوت ماشي. طيب اشوف البرولاكتين واشوف الاذر هرمونز اللي موجوده عندي قلت ولا ما قلتش واعمل ايمجنج للجلان وايفالويت حاجتين مين الايكو عشان الكارديوميجالي بس يبقى كتير واعمل كولونوسكوبي بالذات لو لونج ستاندنج لو في كوليكس ولو هو الكونترول عشان الكوليكس والكانسر كله ممكن يحصل اي هايبر سكريشن قلنا هنعمله سبريشن اذا كنا بنعمل سبريشن في تيوتر في هايبوكلاسيميا هنا هنعمل لها ستيميليشن هنعمل لها سبريشن في ايه؟ بالجلوكوز هنا كنا بنعمل سبريشن بالجلوكوز ونشوف الناتج بتاعي هيحصل سبريشن ولا مش هيحصل. انا عندي هايبر سكريشن يبقى وعندي ادينوما يبقى اسهل حل ان انا الاقوى ان انا اشيل الادينوما ديت بس اخد بالي ان انا ما احبش عشان ما اعملش ايتروجينيك هايبو ما كانش يبقى ميديكال او وسط بعمل راديو ثيرابي خلاص على البلاند. طيب الميديكال هنا ايه بقى؟ ايه الميديكال هناك في الثايرويد هايبرثيرويديزم كنا بنقول حاجه بتقلل البرودكشن ابتيك او بتقلل الكابلنج بتاع الايه؟ الايزين انما هنا لا
هنا ما عنديش حاجة معينة عشان مش هقدر اضرب كل الفيديوهات، انا عايز اضرب الجلاند دي الابدورمال اكتن جلاند. فعندي الجديد السبيسيفيك بيج فيزيتور دي بلوكرز للريسبتور بتاع الجروس هرمون، فكأن هي سكريت زي ما انت عايز بس تعمل مكان خلاص. ما عامل زي انت هايبرتنسف دراج كده هيتني تعمل طول العمر، انا ما عالجتش المشكله. او ان انا ادي اكتريوتايب، وده المشهور ان هتلاقي الناس دول كلهم بيصرفوا سندستاتين على نفق الدواء، يقول لك انا كل يوم اخد حمول او سندستاتين عشان احافظ على الجروس هرمون ليفل ايه، ده بيقلل السكريشن بتاع اي هايبر اكتف جلاند. اي هايبر اكتف ايه؟ جلاند بالذات هو له سوماتوستاتين لايك اكشن. الكتروتايب سوماتوستاتين لايك ايه؟ اكشن. طيب احنا عارفين بس السايد افكتس بتاعته. في نقطة بس في السبريشن بتاع الاكروميجر. الكتروتايب ده مش سبيسيفيك صح؟ بيج فيزمنت ريسبتور بلوكر. في حاجة تقدر تعمل شركج للجلاند للأدينوما؟ لا. على عكس مين اللي هناخده بعد كده؟ برولاكتينوما، التيومر للأدينوما اللي بتفرز برولاكتين لبايل قوي للدوبامين. شو كان السبريشن بتاعته؟ أو الدوبامين أجلس. لما أنا أدي أعمل الدوبامين أجلس أعمل لها سبريشن، الجلاند اللي كان حجمها 2 3 سنتي بلاقي حجمها كامل. عشان كده رقم واحد في التريتمنت بتاع الاكروميجالي ادينوما بشيل سكر او سيح بعدين في الاخر ميديك، انما بتاع البرولاكتينوما رقم واحد ميديك خلاص بالنقطه عشان لما نيجي ناخد الايه. اعتقد يعني كده كفايه النقطه ولا كفايه؟